يعني طبعا زي ما انتم شايفين أهمية مهرجان المسرح للشباب في شرم الشيخ، واللي كنا دايما يعني لفت نظرنا أو بيلفت نظرنا في المهرجان ده لجان التحكيم. في أكتر من لجنة وفي أكتر من جايزة في نوعية المهرجان، وشفنا على خشبة المسرح امبارح أربع لجان تحكيم، وكل واحد في لجنة مهم جدا، واللجنة مهمة جدا في النماذج اللي اختارها مازن. ومن لجنة التحكيم الشباب والنجوم العمل الأول اللي أنا دي بقى بهتم بيها أكتر. ليه؟ لأن الكبار شبعوا جوائز، ولكن العمل الأول والشباب بيبقوا مستنيين الجائزة دي، علشان دي اللي هتديهم الطموح انهم يخشوا ويبدعوا ويتحملوا مسؤولية الرسالة اللي بيقولوها. فأكيد انت وجودك كعضو لجنة التحكيم في اللجنة دي يا محمد أكيد شايفها حاجة مهمة جدا، وشايفها انها رسالة مهمة جدا ومسؤولية عليك، انك ممكن تكسر بقلب واحد في بداية حياته او تفتح له باب العطاء والنجاح في أول مشوار. أولاً أهلاً بحضرتك، أنت منورة المهرجان وأنا مبسوط إن أنا بسجل مع حضرتك. طبعاً عايز أبتدي بس كلامي الأول إنه مازن الغرباوي صديقي من سنين طويلة، وهو طول عمره كان متميز ومنظم وطموح جداً. قد إيه هم عاملين حاجة مهمة جداً إنه يعمل مهرجان مسرح في شرم الشيخ، ده موضوع صعب جداً، فهو ابتدى من الصفر يعني، واستضافته للدول التانية، وبنشوف فكرة التبادل الثقافي اللي بقالنا شوية ما كانتش موجودة زي الأول، قلت بقالها سنين، فده مهم جدا. فبشكره جدا، وبشكره أكتر كمان إنه هو دعاني السنة دي إن أكون ضمن اللجنة تحت إشراف دكتور عصام السيد أستاذنا لاختيار العمل الشبابي الأول، وبيبقى ده تحديدا مخصوص بالمخت. شايف العروض مستواها يعني بدأتوا تشوفوا ولا لسه لغاية دلوقتي ما بدأتوش اللجان المشاركة؟ شفنا امبارح طبعا عرض الافتتاح الكرامازوف، وده عرض من معهد فنون مسرحية، وقد ايه عرض عظيم جدا، وفي ممثلين الأداء عالي جدا، والمخرج اصلا مخرج وممثل رائع عبد المحسن قمر يعني محمد عبد المحسن. ولسه بقى هنتابع العروض ان شاء الله النهارده اللي موجوده من كل الدول. يعني في شفنا في البرومو امبارح وهو بيتعرض عروض رائعه جدا، وكل دوله ليها فكره، لان انا طبعا حضرت السنه اللي فاتت وحضرت كل العروض. يعني بتلاقي المازن بنقي، يعني عارف بيعمل ايه، زي كده توليفة كده لكل البلاد اللي بتشوف أنماط مختلفة وأفكار مختلفة للشباب، وبجد في مواهب كبيرة جدا أنا بشوفها موجودة في المهرجان حقيقي. والأساتذة كمان الكبار السنة دي اللي موجودين، يعني أعتقد السنة دي المهرجان مميز جدا، بوجود طبعا الأستاذة العظيمة ربنا يبارك في عمرها وصحتها الأستاذة سميحة أيوب، والأستاذة سوسن بدر هذه المبدعة العظيمة، والأستاذ خالد جلال، ومستر سكوت اللي جاي من أمريكا يدرس منهج مايزنر، والنجم مصطفى شعبان، وميدو عادل، ولقاء السويدان. حقيقي المهرجان ثري، خايف أكون بس نسيت حد من الأستاذ مجدي كامل طبعا. حاجة جميلة جدا المهرجان السنة دي مميز، في دعم فعلا. أنا حاسة أن في دعم من النجوم كلهم، يعني كل سنة بيجوا نجوم تقال وجايين يدعموا، وبعدين لما بيجوا ما بيجوا علشان اسم الشباب، انهم جايين يدعموا للشباب، لكن بلاقيهم وهم مسافرين منبهرين، هم اللي استمتعوا. يعني هم كانوا الاول بيبقوا جايين يدعموا وهم مسافرين بيقولوا احنا اللي انبسطنا، يعني مش جايين نبسط الشباب، احنا اللي انبسطنا. صحيح، وفعلا بيبقى في اساتذه طبعا من خلال التجارب والحاجات هم نفسهم بيقولوا، ده طبعا تواضع شديد منهم، ان هم كمان بيتعلموا زي ما احنا بنتعلم منهم، هم بيتعلموا من الشباب الصغير ده وفكرهم وطريقة الطرح بتاعة العروض عاملة ازاي. وده طبعا كله ثقة في مازن، لانه مازن فعلا مخلص وحقيقي عايز يقدم حاجة فعلا محترمة، مش مجرد مهرجان وخلاص. ازاي نستفيد من المهرجان ده؟ يعني ازاي يبقى مش بس مشاهدة عروض وجوائز واسبوع بيلتقوا مع بعض، ولكن ازاي احنا نستغل المهرجان ده ان يبقى في مسرح هنا في شرم، ان يبقى في يعني ليه دور،
يفيد الطلبة المصريين أو المسرح المصري؟ والله أنا نفسي، لأنه شرم الشيخ طبعا يعني بلد سياحي عظيم جدا، أنه نبقى زي أفينيون كده، أنه في مهرجان مسرح المدينة كلها شغال عليه. يعني في أفينيون في كده، في البيوت، في الغابة، في الجبل، في عروض في كل أنحاء البلد 24 ساعة شغالة. ده يشغل السياحة جدا. فأنا شايف ده بالنسبة لفكرة السياحة يخلي شرم الشيخ متميزة جدا، مش مجرد بس مهرجان مسرح بيتعمل كده وخلاص، ده ممكن يبقى مهرجانات متتالية. ايه تاني معلش؟ يعني احنا نخرج من المهرجان ده ان احنا نفيد الشباب بهذا المهرجان، نعمل له حاجة تفيده من خلال هذا المهرجان. يعني في مهرجانات بتدي دعم للشباب، في مهرجانات سينما انهم ينتجوا مثلا افلام، عندك فكرة وما انتش قادر، فبيدوك الدعم الاولي ان انت تبدأ تعمل ده. او افلام بتنتج افلام كبيرة، كان الاول مهرجان القاهرة كان بيدي دعم كبير وزارة الثقافة ان تعمل افلام نشوفها في المهرجانات. فاحنا عايزين نحول المهرجان مش عروض وليالي ولجان تحكيم، ولكن فايدة للشباب. طبعا، وهو كده كده الفايدة بالفعل حاصلة، ولكن ازاي نستغلها اكتر وتدعم اكتر. وطالما في مهرجان اهو بيحصل في شرم الشيخ، فاحنا محتاجين، والسادة المسؤولين اعتقد ابتدوا يهتموا بده، انه نبني مسارح. عندنا ارض جميلة نستغل المسارح اللي في البلد، ده هيكبر المهرجان، لانه خلاص هو بالفعل حصل ودي الدورة السابعة ليه. فازاي يكون اكثر عالمية، وازاي نستضيف دول اكتر. السنة دي ما قدروش تقدم 35 عرض بس عشان بعد مؤتمر المناخ شرم الشيخ ما فيهاش مكان، فقدروا ما قدروش يستضيفوا العدد الكبير. يعني بيقولك من إبداعهم كان زعلان جدا ان هو بيختصر العدد ل 13، وده كان مضايقه، بس عشان خاطر المكان بعد المؤتمر كان هو اللي مأيده السنة. بس والله مشكورين جدا ان هم يعني ما زالوا بيدعموا الفكرة، وان المهرجان بيحصل كل سنة، لانه في حاجات كتير ممكن تخلي المهرجان يقف او ما يتعملش في سنة من السنين، فهم يشكروا جدا على ده. ولكن احنا بنسعى للأفضل والأرقى دايما. يعني أنا سعيدة بوجودك وسعيدة بوجودك في وكن رحيم على الجيل الجديد في الجوائز، علشان ما نخليش حد ييأس في بداية حياته ويقولك أنا ما خدتش جايزة، ده أنا فاشل، ده أنا مش عايز. في ناس يعني بيبقى في بداية مشوارهم كده، فبتبقى اللجنة دي حساسة أكتر من أي لجنة. الكبار بيتفهموا، ولازم هم يفهموا الشباب عموما إنه الموضوع مش معنى إنه ما خدش جايزة ان هو كده عنده مشكلة. بالعكس، هو بيبقى غصبا عن لجان التحكيم في دور احلى. بيبقى في مثلا اختيار واحد احسن ممثل او احسن مخرج. انا بشكرك جدا، وإراك بقى ننطلق